دخلت لي الدورة العادية في مجلس إقليم بوجدور شهر يناير 2022 واللي كانت فيها 4 ديال النقاط ديال جدول الأعمال. النقطة الأولى كانت خاصة بالتداول بخصوص وضعية قطاع الصحة بإقليم بوجدور واللي كان فيها عرض ديال السيد مندوب الصحة عرض مفصل. النقطة الثانية كانت المصادقة على الطلب ديال انضمام مجلس إقليم بوجدور لمجموعة الجماعات الترابية، وهذه النقطة اللي تقريبا خلق فيها نقاش كذلك، النقطة تتعلق بالتعاطف ما بين المجتمع ما بين الجماعات الترابية بالإقليم، وهي نقطة مهمة لأنه تساهم بشكل كبير في حل مجموعة من القضايا ومن المشاكل المشتركة ما بين الجماعات الترابية بالإقليم. وتم كذلك تأجيل ديال النقطة الثالثة المتعلقة بتخصيص الأعضاء اللي غادي يكونوا إن شاء الله يمثلوا المجلس في هذه المجموعة للدورة الجاية إن شاء الله الرحمن الرحيم. وآخر نقطة تم التداول فيها هي النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض ديال الميزانية ديال 2021 اللي مخصص تم البرمجة لأداء مستحقات ديال مقاول الصفقة الماضية، وكذلك البرمجة مجموعة من الاعتمادات لشراء السيارات المصلحية، وكذلك تمت البرمجة ديال إنشاء مسكن الحرس في منطقة الكرع. شكراً.